ولأن المواهب لا تحد ولا تختصر في مسار واحد، كان لمحبي الرياضة مساحتهم أيضاً. طبعاً برد يا جماعة غير عادي، بس كابتن نضال كان أحد كباتنة المنتخب السوري. كم سنة لعبت المنتخب؟ تقريباً 6 سنوات. 6 سنوات؟ كنت تلعب إيش؟ دفاع ولا؟ لا، جناح أيسر أو لاعب صانع لعب. واحترفت برا؟ احترفت بسلطنة عمان. كم سنة؟ 4 سنوات تقريباً، مع نادي النصر العماني والهلال العماني والمصنع العماني. من اللاعبين المنتخب السعودي أو نادي النصر أو نادي الهلال أو الاتحاد تعرفهم؟ والله الكابتن نواف الدمياط، ياسر القحطاني، مجموعة بالله عليك. بشجعه لأن نواف الدمياط أوكي دمياط مرات بكأس آسيا أفضل لاعب بآسيا. طيب جميل، الحين أنت تستغل المواهب اللي هنا وتدربهم وتلعبهم وتسوي لهم شيء. هنا عم نعمل مركز تأهيل المواهب. حلو، ايش رايك في الملعب اللي سواه الاتحاد الرياضي؟ الله يجزيهم الخير، وبادرة جيدة جدا وشكرا لهم من كل قلبنا. طيب تتحدانا ان نلعب معك فريق برنامج انساني بلا حدود ونهزمكم ان شاء الله؟ بس تهزمونا يلا وجيرة، تعال بالله. يلا تعال. رغم برودة الطقس، أشعل حماس كرة القدم الأجواء لدى فايز وفريق التصوير، الذين لم يفوتوا الفرصة باستعراض مهاراتهم الكروية في مباراة مع أبناء المخيم. استحوذ فايز خلالها على أنظار الجميع. الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. الحمد لله اللي فزنا عليكم. الحمد لله. النتيجة 1-0 يا عمي. لصالحكم. والله بيني وبينك نشوف التيتا بصراحة، بس هذا ما حد يقدر عليه. سعيد فيكم، بالتوفيق إن شاء الله. الله يعطيك العافية. أمتعت كلامك يا رب، وسعدتونا وشرفتونا نلعب معكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يعطيك العافية.